عليك. اهلا وسهلا. اهلا. لقينا في القطار. موهيلي أو موالي، وقيل إن أصل الكلمة المحلة أو المحلة، والشائع حالياً موهيلي. إنها الأخت الصغرى بين جزر الأرخبيل القمري وعاصمتها فومبوني. توصف بأنها الأجمل من حيث الطبيعة، فلقبت بلؤلؤة جزر القمر وبعروس القمر. سكنها العرب والأفارقة والملجاش والشيرازيون، وكانت في مرحلة سابقة للاستعمار الفرنسي تابعة لجزيرة أنزوان. ويذهب بعض الباحثين إلى أن جميع السلاطين الذين حكموا موهيلي كانوا عرباً حتى عام 1832، عندما نصب الملجاشي رامانيتكا نفسه سلطاناً عليها وأعلن إسلامه، وتسمى بعبد الرحمن، وأقسم بالولاء والتبعية للسلطان سعيد بن سلطان سلطان عمان وزنجبار، والذي كان حامي الإسلام والمسلمين في المنطقة. الأستاذ سالم جابر سالم، الرئيس الأسبق للبرلمان القمري والباحث والمتخصص في التاريخ العربي الإسلامي، أهلا بك. نبدأ بالبدايات الأولى لظهور الإنسان العربي والحضارة العربية هنا في جزر القمر، وتحديداً في موهيلي، خاصة إذا ما علمنا أن الوجود العربي هو يسبق الوجود الغربي بعدة قرون. أولاً وبداية قدم بخالص الشكر والتقدير للتلفزيون العماني بهذه المبادرة الطيبة لمجيء هنا لاكتشاف الروابط الحقيقية التي تربط العرب عامة بجزر القمر، وخاصة عمان بجزر القمر وبجزيرة موهيلي بالذات. لكن تم إثبات بالدليل بأن في القرن التاسع فعلا تبين وجود الإنسان القمري على مستوى هذه الجزر الأربع.
وفي هذا التاريخ في القرن التاسع هذا تم فعلا اكتشاف الوجود أو بعض الآثار للإنسان العربي في جزيرة موهيل. لجزيرة موهيل علاقات واتصالات مع بعض البلدان الإفريقية مثل موغاديشو وموزامبيك وبيمبا، هذه الدول كانت تربط لها علاقات تجاريا وتدخل مع بعضها مع بعض. طبعا جزيرة موهيل سعت إلى تعزيز علاقتها التجارية خاصة مع الدول العربية والإسلامية. طبعا سلطنة عمان لعبت دورا هاما في هذا الوقت، رغم أنه في جزر القمر في ذلك الوقت كان في قبائل كثيرة موجودة، إلا أن سلطنة عمان كانت تعمل على تعزيز قدرات هذه الجزر وعن طريق العلاقات التجارية والعلاقات التي تربط بين الإنسان القمري بعضهما بعض. إذن بدأ هنا أو بدأ النزاع الحقيقي بين الدول الأوروبية وعمان، لأن البلدان الأوروبية كانت تريد إبعاد العنصر العربي وعمان كانت تريد إثبات العنصر العربي في هذه الجزر. طبعا كما نعرف أن عمان كانت لها وجود في كيلوا وفي مومباسا في ذلك الوقت وفي زنجبار. طبعا ومن خلال علاقتنا بزنجبار وعمان بدأ هنا وصول بعض التأثير العنصر العماني في جزيرة موهيل. طبعا ما هي الآثار المتبقية لعمان خاصة في جزيرة موهيل؟ هناك الكثير ولكن سوف نوجز. عمان وبعض البلدان العربية هي التي علمت القمريين الدين الإسلامي والقرآن الكريم. من الآثار المتواجدة اللغة العربية التي دخلت في البلد وبقيت كآثار وكانت تستخدم في المراسلة الرسالة حتى باللغة القمرية المكتوبة بالحروف العربية. طبعا كان هناك من البناء فيما يتعلق بالبناء الإفريقي كان موجود، ولكن البناء الحقيقي العربي الذي لا زال موجود حتى الآن بأثاره، طبعا العرب هم الذين جاءوا بهذه الخطط للبناء العربي. طبعا الجوامع على المساجد وبعض البيوت التي استندت إلى الزخرفة والبناء العربي العماني، هذه الجوامع والبيوت لا زالت موجودة حتى الآن. طبعا من الحرف اليدوية الملابس الأهلية التي نلبسها من أمثال ما يسمى بالبوشت وما يسمى بالقميص الكبير هذا والجلباب، كل هذه يعني من أصل عربي عمان. وشهدت علاقات موهيل بالحكم البوسعيدي في زنجبار في ذلك العهد انتعاشاً وتطوراً، ورفرف العلم البوسعيدي الأحمر في الجزيرة وعلى قصرها السلطاني، فظهر فريقان في المشهد السياسي للجزيرة، فريق مؤيد للعائلة العربية التي كانت تحكم الجزيرة، وآخر موال للعائلة الملقاشية الجديدة. وأصبح نفوذ السلطان سعيد بن سلطان قوياً وبارزاً، بينما تنامى نفوذ فرنسا في جزيرة مايوت المجاورة، ونظرت فرنسا بعين الريبة إلى النفوذ العماني، وأصبح مصدر قلق كبير لها يعترض طريقها التوسعي للسيطرة على الأرخبيل القمري. فأخذت فرنسا تعمل بصمت
لتقويض نفوذ السلطان سعيد بن سلطان ومحاربة رموز سيادته. في عام 1836 ولدت جنبي فاطمة ابنة السلطان عبد الرحمن، وسميت بعد ولادتها باسمين، أحدهما ملقاشي وهو سودي رامانيتكا، والثاني عربي فاطمة. أما كلمة جنبي في اللغة القمرية فتعني قصر الملك، وتطلق على أولاد السلاطين للدلالة على أنهم أمراء أو أميرات. فجنبي فاطمة تعني سمو الأميرة فاطمة. وقد انتقل إليها حكم الجزيرة بشكل سلس بعد وفاة والدها السلطان عبد الرحمن، وعمرها آنذاك 5 سنوات، تحت وصاية والدتها الملكة روفايو. وفي مارس من عام 1844 أقر مجلس الوزراء الفرنسي اقتصار مهمة فرنسا في أرخبيل القمر على مجرد علاقة مجاملة وحسن الجوار بين مايوت والجزر القمرية الأخرى، ولكن من غير التسامح مع أي نفوذ زنجباري فيها، وخاصة في موهيلي التي تحكم فيها فتاة صغيرة أصبح عمرها 9 سنوات هي جنبي سودي أي فاطمة. وهذه إشارة صريحة إلى القلق الفرنسي من نفوذ السلطان سعيد بن سلطان. بينما استمرت فرنسا في مواجهة نفوذ السلطان سعيد بنشر عملائها المحليين وإيفاد مربية فرنسية لتتولى تربية السلطانة فاطمة ولتلعب دوراً في تربية السلطانة بالطريقة الفرنسية من ناحية، والإبلاغ عن تصرفات ونفوذ زنجبار بالجزيرة من ناحية أخرى. تلقت السلطانة فاطمة العديد من عروض الزواج ذات الأبعاد السياسية، منها عرض سلطان منطقة إتساندرا في جزيرة القمر الكبرى السلطان فوم بافو بن فوم. وكلمة فوم هي لقب لملوك النباهن في باتي، مما يعزز الرأي القائل إن هذه القبيلة من أصول عربية عمانية، خاصة وأنهم كانوا موالين للدولة البوسعيدية. ومن بين عروض الزواج بجنبي فاطمة عرض السلطان سعيد بن سلطان سلطان عمان وزنجبار، إلا أنه عدل عن ذلك لمصلحة أحد أقاربه هو السيد سعيد بن محمد بن ناصر البوسعيدي الملقب بمقدارة، وهو العرض الذي لاقى القبول والموافقة، وقد تم ذلك بعد ترحيل المربية الفرنسية. أنجبت السلطانة فاطمة للسيد سعيد بن محمد 3 من الذكور تعاقبوا على حكم الجزيرة. محمد بن سعيد خلف والدته عندما تخلت عن الحكم حوالي 4 سنوات حتى توفي سنة 1871. عبد الرحمن بن سعيد تولى حكم موهيلي بعد وفاة والدته. أما محمود بن سعيد فقد عينه الآمر الفرنسي في مايوت وصيا على العرش، ونفي إلى جزيرة رينيون المستعمرة الفرنسية.
جمعية الصداقة القمرية العمانية. أستاذ الحبيب عباس عبد الله يعني، والأستاذ سالم جابر طبعا رئيس الجمعية، ونائب الأمين العام الأستاذ زكريا دياج زكريا. يعني أنتم تمثلون مجلس الإدارة، أكيد هناك أعضاء. إذا نبدأ نتعرف كذا بشكل عام، كيف جاءت فكرة إنشاء هذه الجمعية؟ كيف ولدت هذه الجمعية؟ احنا نعرف أن هناك طبعا العلاقات وثيقة وتاريخية، ولكن دائما الأشياء تبدأ بفكرة، فكيف جاءت فكرة هذه الجمعية؟ هذه فكرة هذه الجمعية نشأت عن طريق أو بسبب الاهتمام وضرورة السعي للاحتفاظ بالتراث القديم تاريخيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا بين البلدين، نظرا لأهمية أو الأهمية القصوى إذا سمحت العبارة الموجود بين البلدين للنهوض بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة بعد زيارة الإخوة مثقفين من عمان من جامعة النزوة، وكان على رأسهم فضيلة الدكتور محمد نصر المحروقي. ولما زارونا هنا في جزيرة مهيل بالذات، ومن خلال لقاءاتنا ومناقشتنا مع بعض تم طرح هذه الفكرة كمبادرة للتنسيق بين الجانبين حتى نستطيع العمل سويا نحو أهداف مشتركة بين البلدين الشقيقين. هنا ولدت هذه الفكرة. اخترتم مهيلي تحديدا مقرا للجمعية، يبدو هكذا. يعني عادة مقر أي منظمة أو مؤسسة تبدأ بالعاصمة، بينما اخترتم مهيلي. طبعا هذا ليس عفويا، لأنه تاريخ جسر القمر عامة وخاصة مهيلي هي الجزيرة التي لها علاقات وتاريخ قديم قوي وأثار متواجدة حتى الآن تربط مسقط مباشرة بالجزيرة. الروابط الأخوية وروابط الدم الموجودة حتى الآن، الأصول العمانية، العائلات الموجودة حتى الآن، كل هذه الإخوة الوفد الثقافي العماني لما زار الجزيرة قاموا بزيارة هذه العائلات الواحدة والأخرى، واكتشفوا فعلا عن طريق شجرة النسب، اكتشفوا فعلا أن هناك روابط وصلة قوية. فالفكرة كان أنه ضرورة أن يكون المقر، وإن كان مثلا مستقبلا يمكن تحويل، إنما الآن المقر الرئيسي الأساسي في فومبوني العاصمة الجزيرة، والمكان الذي كان عاصمة للسلطنة جنبي فاطمة التي هي الأساس، هي الأساس في هذه العلاقات في الحقيقة. فطبعا كما قلت لم يتم اختيار هذا المدينة والمقر هنا عشوائيا، إنما كان يهدف إلى شيء ما. كيف تسجلون أعضاء لهذه الجمعية هنا في مجتمع مهيلي؟ ما هي شروط الأعضاء؟ وهل قدرتوا حتى الآن أن تستقطبوا عدد كافي من الأعضاء، سواء من ناحية الكم أو من ناحية النوع، كأناس متخصصين ومحبين لهذا الموضوع؟ يعني ديوان ركام نيري واليو ونشامة الذي يريد الانضمام الى الجمعيه لابد ان يكون انه هو واحد من الذين يريدون او لهم افكار
تتعلق بالحفاظ بهذه العلاقات بالتراث القديم بكل ما يتعلق بتاريخ البلدين. هذا أهم شيء، وسوف يسعى، يتعهد أنه سوف يسعى إلى الاحتفاظ والتشجيع نحو هذه الحفاظ بهذه الأمور. وبما أن هذه الجمعية حديثة التولد، فحتى الآن الأعضاء المحلية المسجلين هم تقريبا 25 أعضاء بصرف النظر عن الإدارة طبعا أو اللجنة التنفيذية، هم 25 أعضاء، وإن كان بعض الأعضاء كانوا ينتظرون تكملة الإنشاء الجمعية ثم بعد ذلك سوف يلتحقون إلى الجمعية. كيف تسعون لتوثيق هذه العلاقة لاستقطاب مثقفين عمانيين يكونوا شركاء معكم حتى وإن لم يكن هناك فرع للجمعية في مسقط، ولكن هم ممكن أن يكونوا إن صح أعضاء إن كنتم تقبلونهم أعضاء؟ لأي درجة نستطيع أن نسوق هذه الفكرة ونفعلها؟ سؤال عظيم جدا. أولا أنا قمت بأكثر من زيارة لسلطنة عمان، يعني تقريبا 7 زيارات، وهذه الزيارات كلها وإن كانت رسمية ولكنني كنت أتعامل مباشرة مع الإخوة هناك. أول شيء عملناها، وهذا مشكور جدا، شكر موصول إلى الأخ المحامي اسمه محمد جنشال، هو محامي معروف جدا ومتميز، لعب دورا هاما في هذه الجمعية، هو أصل عماني، بفتح موقع للجمعية، وإن كان موقع لأنه ويب سايت جديد اسمه www.comorosfriendship.com. تم فتح هذا الموقع لماذا؟ لأنه تسويق الفكرة يجب أن يكون عن طريق الإعلام، إعلام الناس بالجمعية، أهداف الجمعية، هوية الجمعية، حتى يكون هناك إقبال. نحن خاصة نشجع الإخوة في عمان المثقفين. الإخوة في عمان ليس لإنشاء جمعية مناظرة، وإنما للاشتراك مباشرة، يكون أعضاء وحتى في الإدارة، يعني نحن الآن أنشأنا إدارة مؤقتة تتكون من 7 أفراد، الرئيس، نائب الرئيس، الأمين العام، نائب الأمين العام، أمين الخزان، ومستشارين قانوني والتقني، ويمكن مستقبلا توسيع الإدارة. ونتمنى أنه في الإدارة يكون في أعضاء من أصل عمان، عمانيين يشتركوا في الجمعية. والآن العالم أصبح قطر واحد، دائرة واحدة، نتصل مباشرة، نتبادل الزيارات، ننظم المهرجانات الثقافية، هكذا التسويق. وأعتقد بهذه الإشكالية يعني ممكن تسويق فكرة الجمعية.
شاطئ هذه القرية يعد الأقرب إلى شاطئ الجزيرة الكبرى. من هنا يتوجه السكان بحراً لقضاء بعض حاجاتهم في العاصمة موروني. يتعاون الجميع في دفع القارب للماء ويلتزمون بلبس سترة النجاة، فالبلاد كلها عبارة عن جزر في عرض المحيط الهندي. وموهيلي كغيرها من الجزر حباها الله تعالى برواسي من الجبال الخضراء، والرحلة من خلالها متعة وكشف وتأمل. هذه ليست مجرد غابات، إنها مزارع وجنات تجود بالخير الكثير. النارجيل والشلشل واللانغلانغ وغابات من أشجار القرنفل، إلا أن بعض المزارعين يشكون من تراجع أسعاره، لذلك انحسر جني المحصول. مصانع ومواقد تقطير ماء اللانغلانغ تنتشر في جزر القمر، رائحتها تعطر جنبات هذه الطبيعة. أنهار صغيرة تحيط بالجزيرة تنساب من الجبال في طريقها إلى البحر. هذه المزرعة المطلة على البحر اتخذها السلطان عبد الرحمن البوسعيدي استراحة له. في هذه القرية القريبة من محمية السلاحف ومحمية الطيور في ذلك الجبل، يتناقل الناس سيرة ثري عماني أقام فيها يدعى محمد بن صالح. وهذا الخليج الهادئ يعد ملجأً آمناً للسفن من هيجان البحر. الطريق بتعرجاته الشديدة وانحداراته يشكل دائرة كاملة تقريباً. وقبل أن نكمل هذه الدائرة
نتوقف في قرية ميريريني بمدينة والا. هنا تسكن عائلة يرجع نسبها إلى السلطان محمود بن سعيد بن محمد البوسعيدي. كانزا بن منين ابن السلطان محمود وابن أخيه خليفة بن سعيد بن منين الذي يعمل مدرسا للغة الفرنسية. في جزيرة موهيلي توجهنا إلى مدينة والا، وتحديدا هذه القرية اسمها ميريريني. ميريريني صح، اللي يعني أحاول أنطق الأسماء بشكل صحيح قدر الإمكان. وفي جزيرة موهيلي الحقيقة احنا نبحث عن من تبقوا من سلالة السيد سعيد بن محمد الذي تزوج السلطانة جنبي فاطمة وأنجب منها أولاد أيضا حكموا في هذه الجزيرة. هنا في هذه القرية نلتقي ببعض منهم من هذه الأسرة، من يعودون مباشرة إلى سلالة السيد سعيد. قصتهم في هذا المكان، كيف هم اللي بقوا هنا رغم أنه جدهم في الأساس إجا من عمان وأيضا إجا من زنجبار، فكيف كان بقاؤهم هنا إلى اليوم هذا؟ بيقول إن علاقتهم يعني قطع من عائلتهم من زنجبار وعمان، يعني بعد ما توفى أجدادهم فلا عندهم ولا اتصال ولا شيء مع الإخوة هنا. طيب إيش اللي حكولهم أجدادهم عن قصة وجودهم؟ إيش اللي يعرفوه عن هذه القصة؟ انقطعوا عن التواصل لكن ما يحفظوا سيرتهم وتاريخهم. تم حكاهم يعني أجدادهم أن لهم أجداد من سلطنة عمان لكن جاءوا من زنجبار، هو السلطان سيد بن مقدار جاءوا من هناك لهنا، تزوج من جنبي فاطمة وأنجب أجداده. يعني هل حاولوا هم الآن يتواصلوا يتعرفوا على في حد منهم زار عمان يتعرف على هذه الأصول وهذه الشجرة من العائلة؟ هو بيقول السؤال وجيه جدا، إنهم مهتمين لأنهم الآن لا يعرفوا، لا ليس لديهم سلم في جذورهم، فهنا في موهيلي الناس بينظرهم مثل الناس ما عندهم شهوية، فهم مهتمين بالمسألة، يعرفوا أسرهم وذويهم هناك في عمان حتى يكون هناك اتصال بينهم، ويعني يشاركون بعضهم البعض سواء في الفرح أو في الحزن. كان يحكي لنا عن بعض التأثير الثقافي مثل الدشداشة والكمة واللباس والمباني، ويعني إيش أشكال هذا التأثير اللي حصلت هنا في المجتمع؟ بعد حكم السلطان محمود أرسل بعثة من القمريين من خاصة من جزيرة موهيلي إلى سلطنة عمان لتعليم الحرفة اليدوي، من ضمنها كيفية تطريز الكوفية والدشداش والدقيلة وبشت الملابس المحلية المحلية نعم. وأيضا صناعات الهندسة بناء. لما الوفد رجع هنا جماعة من الجزر الأخرى جاءوا هنا إلى موهيلي تعلموا هذه الحرفة. هذه المبادرة دعا له أشياء كثيرة، إن شاء الله ربنا يستجيب له بهذا الدعاء. فبيقول إنها مبادرة طيبة لأنهم لم يكن يفكروا أنه يوم من أيام
سلطنة عمان سيهتم بذويهم الموجودين في إفريقيا سواء في الشرق إلى الجنوب. فهذه مبادرة طيبة، يعني هي مبادرة أولى، فعندهم أمل أن فيه مبادرات أخرى إن شاء الله سيأتي إليه. شكرا جزيلا. احنا يعني نشكرهم أنه تعرفنا عليهم، نحاول نوصل رسالتهم إلى ما زالت هذه المدينة القديمة في فومبوني عاصمة موهيلي تحكي سطوراً من ذلك التاريخ. هذا الجامع الذي أنشئ بدعم من عمان أقيم في الموقع القديم لقصر السلطانة جنبي فاطمة مقابل البحر، وعلى بعد أمتار فقط يقع الجامع القديم، واضح فيه المعمار العربي القديم الشبيه بالجوامع العمانية التاريخية. وعلى هذه الساحة من الجامع دفنت السلطانة فاطمة، إلا أنه يصعب تحديد مكان القبر بالضبط. أحيطت المدينة بسور تحصيني ذي 7 أبواب يحرسها الجنود، وقد خصص كل باب لقبيلة أو فئة من المجتمع. كان السور القديم بمحاذاة هذا الشارع الحديث، والذي شكل بناء تحصينيا متينا استخدمت فيه الحجارة البحرية أو الشعاب المرجانية. أزقة وبيوت قديمة ما زالت تدب فيها الحياة.
يرضيكم وسلمونا الجماعة إن شاء الله يبارك إن شاء الله ونعتذر في أي تقصير. لا بالعكس إحنا اللي شغلناكم كذا يوم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا أحسنت صدق حبيبي أحسنت سعيد إن شاء الله أحسنت شكرا شكرا على السلامة أحسنتم أسفل نشوفكم إن شاء الله في عمان إن شاء الله شكرا جزيلا. تلك هي بعض الزوايا من جزيرة موهيلي لؤلؤة القمر، نخرج منها بذاكرة خضراء ندية ونخرج منها بقراءة تاريخية تحتاج إلى المزيد من القراءات لتضاف إليها أوراق أخرى ناصعة البياض من هذا التاريخ في الشرق الإفريقي عموما ولعمان على وجه خاص. شكرا